الرسول الامانه ونحفظ الوديعه. تحتفل قياده شرطه ذي قار اليوم بتخرج الدفعه الاولى من عقود الشرطه المتطوعين عقود الشرطه البالغ عددهم 2199. اليوم الدوره تخرجت 723 متطوع، ستتبعها دفعه ثانيه وثالثه ان شاء الله شهر 11 وشهر 12 راح تخرج الدوره الثانيه والثالثه. ستكون هذه الدماء الشابة إن شاء الله الرافد الحقيقي لوزارة الداخلية العراقية وإن شاء الله للمحافظة على الأمن والأمان في بلدنا العزيز. كل المتطوعات 60 متطوعة حاليا موجودين، 26 بالدفعة الأولى والباقي إن شاء الله بالوجبات القادمة راح تلتحق إن شاء الله. والله إحنا بلشنا دورة عقود الشرطة على وزارة الداخلية محافظة ذي قار، بلشنا يوم 1/10 وان شاء الله اليوم نتخرج. اول ما بلشنا التجهيزات وبلشنا على اساسيات الجيش، تعريف النفس والسلاح، تعريف النفس، سلام الامراء، قتال اعزل، مداهمات، تفكيك سلاح وتركيبه، يعني المشتبه بهم شلون تعامل وياهم. علمنا الانضباطات العسكريه، نبدا اول شيء نجي هنا تبدا اللياقه البدنيه الصباحيه والرياضه، وعلمني التدريبات العسكريه والانضباط والاحترامات والحركات بانضباط والتعامل انضباط ويانا. استعدادكم شلون رايكم؟ تمام. عال عال. بالبدايه الف مبروك. اشكرك استاذ. اول بدايه السلام عليكم. السلام. نحن شرطه عقود شرطه محافظه ذي قار الدفعه الاولى. جينا 1/10 تدربنا على الحركات العسكريه وعلى الرمايه وعلى تعريف النفس وعلى حفظ الامن والامان، ولحد الان اللي يصادف اليوم تخرجنا. واكو بعد دفعات ورانا. والله بلشنا 1/10 وان شاء الله اليوم 31/10 التخرج. تعلمنا الرمايه، تعلمنا المداهمات، تعلمنا تفكيك السلاح، المسير، الانضباط العسكري، تعلمنا كل شيء ان شاء الله جاهزين. والله احنا نفرح بهذه المناسبه لتخرج ابنائنا، ابناء محافظه ذي قار، تخرجهم لحمايه وطنهم، حمايه العراق. ونباركهم على التخرج هذا ونشكر المتدربين والمعلمين والقادة اللي عليهم ونشكرهم شكرا جزيلا على كل حال. عاش العراق، عاش العراق.